خارج تفكير، خارج الصندوق نقد. احنا قصاد دقيقتين للاجابه دقيقتين، لانه السياسات واحده. يعني اللي احنا شايفينه في السياسات، صحيح السياسات الان غير واضحه، انما لما تشوف عمليا السياسات واحده. يعني نمط التنميه اللي ماشي النهارده هو بتاع مبارك تماما، ما حصلش تغيير جوهري. فطالما السياسات واحده فبداهة انك ستؤدي الى نفس النتائج، ومش هيبقى عندك قدرة انك تفكر خارج الصندوق لانك اتبعت نفس السياسات. يعني عاوز اقول انك عشان خاطر البداية انك تقوم بسياسات اخرى، بسياسات مختلفة، لان السياسات اللي احنا ماشيين عليها سبب فشلها في الماضي، ادت الى ثورة يناير. طب ما هو يمكن الكفاءة في التنفيذ، يمكن في انه توزيع ثمرات النمو ما وصلتش للناس، فربما يقول لك طول الوقت عشان التطبيق في مشكله، انما النظريه والمسلك والطريق صح. لا يعني ايه اذا يعني كنت بتصل الى نفس الازمه، وهي ايه؟ انك تقترض وبعدين يبقى يزداد عجز التضخم، عجز ميزان المدفوعات، زياده المديونيه، المديونيه تؤثر العجز الموازنه، والتضخم يؤثر على قدراتك في التصديرية والواردات متزايدة بسبب عجزك عن التنمية الحقيقية في قطاع الزراعة أو في قطاع يعني نفس الظواهر اللي هي بتتكرر مرة تانية. ده دليل على أنه ما فيش جديد في السياسات. السياسات مستمرة، لازم نعيد النظر في السياسات أولا. ليه ما عادوش؟ ليه كل الحكومات دي ما عادتش النظر ومصرة على نفس السياسات؟ لأنه انتماءاتها الاجتماعية. الله، أنا الطبقة اللي أنا بكونها تقدر إنها تثري ثراء فاحش دون تبني الوطن، وفي خطأ شديد جدا. الحكومة كلها أساتذة الجامعة. لا خطأ، سيبك من أساتذة الجامعة، إنه مصلحة الفرد المستثمر هي تساوي جزء من المصلحة الوطنية، ده كاذب غير صحيح. وهبدي لك أمثلة، أدي لك مثال واحد. بيشكو بقوة من هذه الحكومة يعني. ما هو لا، يعني مبارك كان بيبني طبقة تؤيده. طب مبارك احنا بنتكلم على دلوقتي، لا النظام ده لا عنده طبقة ولا عنده تيار سياسي ولا عنده شريحة ولا عنده حاجة ولا عنده أصدقاء من نوع رأسماليين مثلا واقفين وراه، أو هو رجال الاستثمار بيشكو، الموظفين بيشكو، كل الأطراف بتشكي. ما شفناش انحياز ما من الحكومة دي لطرف بعينه، بحيث انه سياستها نقول عليها انها سياسة يعني ممتازة بالحزب الاغنياء مثلا. يعني لا، السياسات الحالية سياسات دي اضافية للدكتور حسين، في اقرب الى مصالح الفقراء منها الى الاغنياء ولا العكس؟ اسألك يعني، انت لما تكون اعتمادك الاساسي مثلا على الضرائب غير المباشر، وبتقلل الضرائب المباشر على رجال الاعمال، والدكتور قال لك من اشد انصار زياده الضرائب على الاغنياء، وحكومتنا زودت الضرائب فعلا عليهم ونزلت مره ثانيه. من 30 نزلت 22. دي مش في صالح الاغنياء ولا في صالح الفقراء؟ صالح الاغنياء. السياسات ال 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 كل ما يجري من يعني انك احساس الناس الان في الشارع ايه؟ انه الغلاء الفاحش اللي موجود في مصر بيقتل الطبقه المتوسطه ويسحق الطبقه ما دون المتوسطه، ولكنه لا يؤثر مطلقا على الاغنياء. يبقى السياسات الموجوده هي اقرب ما تكون الى مصالح الاغنياء منها الى مصالح الفقراء. وهنرجع لفكره العداله الاجتماعيه، اللي حاجه مهمه جدا في سياق ما نتحدث عنه.